معنا اليوم شخصية بدأت مسيرتها مبكرا في العمل التطوعي، وكانت من أوائل السيدات السعوديات العاملات في هذا المجال من خلال التحاقها بعدة منظمات تطوعية، وتطوعت أيضا في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومساعدة اللاجئين في مناطق الصراع والكوارث، كما ساهمت واهتمت بالدفاع عن قضايا وحقوق الطفل والمرأة. هوازن الزهراني الكاتبة والباحثة في قضايا الأسرة وأيضا مستشارة سابقة في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. باسمي واسمكم أرحب بالأستاذة هوازن الزهراني. حياك الله أستاذة هوازن، وشهر مبارك عليك وعلى أحبابك إن شاء الله. أول شيء مساء الخير لكل الجميع عبر إذاعة MBC FM، وكل عام أنتم بخير ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب يديم الأمن والأمان والصحة والعافية، وإن شاء الله تروح هذه يعني الجائحة على خير بإذن الله يا رب يا كريم. بداية أستاذ هوازن، لما نتحدث عن برنامج الناس للناس يعني في المقابل على طول يعني يجي في بال الكثير التطوع والعمل الخيري. أنا لما أحدثك أستاذ هوازن، وأنت كنت من أوائل السيدات السعوديات اللي اتجهوا إلى العمل التطوعي، أيضا كان لك مساعدة اللاجئين في مناطق الصراع والكوارث. خلينا نبدأها بسؤال شوي عريض، متى وكيف بدأ معك حب التطوع أيضا الاهتمام بالقضايا الإنسانية بشكل مباشر؟ تمام. أول حاجة يعني بداية لما نتكلم عن العمل التطوعي والعمل الإنساني، هو يعني أنا بدأت فيه من يعني من ممكن من أنا صغيرة في بدأت في العمر في الجامعة، كانت المرحلة الجامعية كان بدأت فيها، تعرف كان ذيك الأيام حملة المصاحف القرآنية جمعها، كان طبعا تعليم الغير ناطقين اللي باللغة العربية نعلمهم، يعني كان هو كان يعني هو حب لذة العطاء عموما بأي حاجة كنت أنا أحب أعملها، ولكن بدأ يترسخ عندي يعني حس المسؤولية الاجتماعية، فبدأت بتأسيس يمكن من أوائل الناس اللي أسسنا المسؤولية الاجتماعية إذا تعرفوا في أرامكو في مدينة ينبع الصناعية، هي سامبرف تابعة لشركة أرامكو، كان بدأ في 2008، كان ما يعرف الناس إيش هو برامج المسؤولية الاجتماعية، وكان حقيقة كان زمان كان يعني يعتبروها مضيعة للوقت البنات والأهل، إنه كيف أنت بتروحي تعمل هذا العمل الإنساني وتطوعي، طب ما تقعد إحنا في البيت تتعلم لفة السمبوسة في رمضان وتقلي. فكان دي الأمور كان هل كانت يعني بهذه الصراحة وبهالحدة يعني نقدر نقول أستاذ هوازن، يعني هل هذا صحيح؟ هذا واقع كان موجود وما نقدر يعني، كان أول زمان شوف أنا أتكلم من يعني أنت اليوم تتكلم من 2004 ما كان هذه الأشياء موجودة أساساً عندنا، اليوم اللي صار التطلع اللي صار عندنا الحمد لله في المملكة العربية السعودية، ولكن كان منغلق، حتى كانت الوظائف لو تعرف عن المرأة كان يعني نوعين، يا تعليم يا تعليم، يعني كانت الوظائف هي يعني، حتى ما كنت أخرج التطوع أتكلم عن التطوع كان الناس كلها يعني تتفاجأ إيش هو ده العمل التطوعي المسؤولية الاجتماعية، ولكن كثير ناس أؤمنوا بها يعني كانوا مؤمنين بهذه الفكرة، وكان أوائلهم طبعا والدي حقيقة نوقف معايا، والدتي كانوا يعني عندهم هذا الإيمان التام بالفكرة، وبدأوا كثير من البنات والأولاد الشباب كانوا في ذيك المرحلة بدأنا نأسس المسؤولية الاجتماعية، وكان في قائد رائع كان هو بادر بالفكرة وأخذ البنات اللي كان موجودين، نحن اللي كانت تقريبا يمكن 4-3 بنات أخذ الفكرة وخلانا يعني تتبرور أكثر وأكثر، وبدأت من مدينة ينبع الصناعية حقيقة العمل التطوعي إلى الحمد لله إلى العالم. يعني هذا كان شيء جميل. جميل. خلينا نرجع معك لتصريح لك في أحد الصحف أستاذة هوازن، تحدثت أنه زرع والدي في نفسي حب عمل الخير والعمل التطوعي من الصغر. كيف أثر والد هوازن عليها بشكل مباشر لجعلك تأخذين منحنى التطوع بشكل كبير وأصبح شغف لدى هوازن، ليس مجرد فقط موسم أو وقت زي ما يقولون وقت الفراغ يعني؟ نعم، هو أنا كان قلت لك والدي كان عنده مؤمن بفكرة إنه يعني البنت تعمل، وكان عنده حس إنه البنت لازم ما بس تقعد في البيت، لا البنت تتعلم، وكان زمان يعني خلاص لازم تتزوج يعني خلاص لازم إنه إذا أو يعني إذا فاتها القطار إنه ما ينفع يعني. فكان عنده والدي لا هاجس إنه لازم تتعلمي وتدرسي وعندك الحس العطاء المسؤولية، وكان ونحن صغار أنا أفتكر كان يأخذنا للمطبع لأنه كان يعني كان ماسك رئيس تحرير أياميها في إحدى الجرائد جريدة الندوة، كان يأخذنا للمطبع كان عشان يورينا كيف تنطبع الأوراق،
فكان يعلمنا، فكان بدأ عنده صار عندي يعني حب الاستطلاع في كل الأمور، وإنه يعلمنا كيف يساعد الناس والمحتاجة. ويمكن أتعرف يمكن عشان يعني كانت ولادتي في مكة وعشت في مكة فترة طويلة، وأهل مكة دائما تعرف إنهم هما كانوا يساعدوا الحجاج والمناطق وقت العمر أيضا صحيح. نعم، فكان هذا عندنا يعني موجود من أساسا من يعني من عند الأهل، فرسخ عندنا هذا الموضوع. وكبرنا وتعلمنا وفهمنا إنه لذة العطاء هي أهم شيء للإنسان. كل ما أنت عطيت كل ما كان عندك حياة للإنسان، إنه هو يقدر يشتغل ويعمل ويتفاعل مع المجتمع وينمي ويطور. وحقيقة أنا أقولها هذا الشيء مو من فراغ، أنا بقولها يعني أنا عمري في حياتي ترى يعني أستاذ محمد، أنا عمري في حياتي الشيء اللي ما أحسه ما أعمله، يعني بدون إني أنا يعني أنا دائما من الناس اللي أحب أعمل بصمت، وما أحب أطلع في الإعلام أو أتكلم في التلفزيون إني أقول أنا أمسك حالة أو سويت شيء، لا أنا أحب أعمل بصمت. وحتى يعني أعمالي الحمد لله هي تشهد لي الحمد لله. يعني أنا آخر يعني جائزة أنا أخذتها راعية المجتمع من الأمير خالد الفيصل، زادتني مسؤولية إني أنا كيف أقدر أساعد أي محتاج طرق بابي. بس جميل، لما نتكلم أيضا عن العمل التطوعي ممكن أخذك لجانب قضايا الأسرة والمرأة وحقوق الطفل، هل تشكلت هذه مع عملك التطوعي، أو نقدر نقول هو باب انفتح من السابق ليس مرتبط بالعمل التطوعي بشكل مباشر؟ لأنه أحس في ترابط اليوم عمل مجتمعي، ممكن أنت تلمسين حالات على أرض الواقع أكثر من غيرك أستاذ هوازن. شوف أنا يعني يمكن ربي من علي العمل التطوعي اللي أنا بشتغل فيه، يمكن سبحان الله ربي حتى سخره في عملي المجال اللي أنا أشتغل فيه، وليس سعيت به، هو كان يأتي لي سبحان الله. فولا عمري سعيت بمكان ولا أي حاجة، فربي كان يسخر لي الأقدار والأشياء تجيني، لأني أنا قلت لك الإنسان اللي بيعمل بإخلاص وبحب حيلاقي حب وعطاء ربي بيعطيه سبحان الله. العمل خاصة في مجال حقوق الطفل أنا عملت فيه كثير، يمكن من الناس اللي كان يعني ينادوا في حماية الطفل، وكان ديك الأيام كان يعني كان سمو الأمير كان ولي العهد أيك الأيام أمير ميغرين، كان دوبه تخطى يعني رفعت إنه لازم يكون عندنا نظام لحماية حقوق الطفل. بالحقيقة كان بدأ هذا النظام يعني وخطط له، ويعني ما جاء النظام هذا في يوم وليلة، ولكن لله الحمد اليوم في المملكة العربية السعودية في رعاية رشيدة في خادم الحرمين الشريفين ولي عهدي اليوم، إنه نحن يعني عندنا كامل حقوق المرأة والطفل كاملة ولله الحمد. جميل، فهذا أجمل شيء. جميل، خلينا شوي ندخل على مجال التطوع. هل تذكرين أستاذة هوازن متى كانت أول رحلة انطلقتي فيها للعمل التطوعي؟ هل تذكرينها بتفاصيلها أيضا؟ شوف أكثر يعني أول رحلات أنا بدأت فيها في العمل الإغاثي كان من 2015. بدأت فيها رحت أول منطقة رحت فيها منطقة الأردن، مدينة كان في الزعتري، كان ديك الأيام دوبها بدأت مشاكل سوريا، وأيضا كان يعني ربي سبحان الله الفترة هذه عشت يعني حلم يعني كنت أخطط له صراحة، إني أنا ساعد دول المحتاجين، إنه الله يسخر لك دول الناس. ترى على فكرة هم الناس دول مو محتاجين، نحن نحتاجهم صحيح. مجرد دعوتهم إنك يدعو لك ويعني ربي بيسخر لك أشياء كثيرة. من الأشياء اللي أنا أعتز بيها حقيقة من لقبت في يعني أنا اشتغلت مع كثير اللاجئين حقيقة في التمكين، خاصة الأسر والمرأة والطفل، ولقبت اسم هوازن الخير يعني أهدولي لوح هذيك الأيام. يعني كان جميلة يعني العمل اللي انت تعمله، كل ما انت تعمل عمل تطوعي وإنساني. كان طبعا اليوم انت تعرف كمان قائد هذا العمل إنسان مركز الملك سلمان، يعني كانوا برضو معانا في الميدان كنا نشوفهم، بس ما كان في سيدات
نساء، كان أكثرهم رجال. يعني يمكن هذا يأخذني لسؤال مهم جدا إذا تسمحي لي أستاذ هواز، إنه أنا ممكن سألتك هالسؤال عشان ممكن أتطرق لهذا السؤال أيضا. فضل. اليوم أنت اليوم كامرأة وكسيدة، وهذا طبعا ليس تقليلا في شأن أي امرأة، لكن تواجدك في مناطق الصراع والكوارث، ما يعني ما سبب لك جزء بسيط من الخوف من زي ما ذكرتي اليوم غالبية المتواجدين كانوا في العمل الإغاثي رجال؟ نعم. ما جعلك تتساءلين قبل الرحلة؟ والدك والدتك ما يعني حاول يوجهونك بأمر ثاني ممكن يقول؟ هو والله كانت والدتي يعني كانت دائما تشيل هم، بس ما كنت يعني صراحة أقول لها أنا حروح الأماكن هذه، فكانت بعدين تتفاجأ بعد ما أرجع. يعني طب أنت كنت وين تقولي لها رايحة؟ أنا كنت أقول لها مسافرة، لأن نحن كنا بنروح من جد مثلا نروح الأردن، كنا مثلا كنا بنروح على غازي عنتاب، نروح على تركيا، نروح هناك نساعد على الحدود المعبر الهواء على سوريا. ما يعني ما كنت أتطرق إن نحن حنروح المناطق اللي فيها صراع، يعني كانت تفتكر في مؤتمر. بس بعد ما يعني أرجع بالسلام الحمد لله، يعني تعرف إنه أنا كنت في منطقة فيها صراع وكذا، ولكن أنا أرجع أقول إنه أنا أفتخر إنه في كثير من السيدات تعمل في هذا المجال. يعني كان زمان ما في أستاذ محمد، اليوم المرأة السعودية تعمل في كل القطاعات وكل المجالات، وأصبحت اليوم من تخطيط الرؤية المملكة العربية السعودية 2030 هو العمل التطوعي. تخيل كان زمان هذا لا يوجد. اليوم أنا يعني كنا نعاني، ولكن اليوم أنا أفرح جدا جدا قد إيش أشوف البنات والشباب عندنا ينزل لهذا الميادين ويروحوا يعملوا العمل التطوعي بكل حب وسخاء، وهذا اللي هو نحن اليوم نتطلع له في أولادنا وشبابنا وأجيالنا القادمة إن شاء الله. يعني أرجع ثاني أقول لك كان العمل جدا متعب وشاق، كوني أنا كمرأة وخاصة إني أنا مرأة سعودية، وكان متعب حقيقة في البداية. جميل. احنا ممكن نتطرق مستقبلا من ضمن محاورنا انه كيف ترين العمل التطوعي والإغاثي والخيري في المملكة خلال السنوات الماضية، لكن خليني معك في نقطة أول رحلة ذهبتي لها إلى الزعتري في الأردن. هل تذكر أن قصة لمستك إلى الآن متواجدة بتفاصيلها في مخيلتك هوازن؟ والله شوف في أشياء كثيرة. شوف من الأشياء اللي أنا أفتكر موقفين. أول موقف أفتكر كانوا في منطقة هم السوريين أخوان العرب، دخلوا على معبر الهواء لتركيا، وكان هناك ما في ممنوع مدارس إنهم هم يتعلموا اللغة العربية. تخيل، فوجدنا صعوبة إنه كيف لازم الطفل هذا طفل عربي حيتعلم تركي صعب. فكان في الميدان ديك الأيام الهلال الأحمر الكويتي جزاهم الله ألف خير، يوم ما جينا شرحنا لهم وتكلمت معاهم بنينا لهم يعني عملنا لهم معمل خياطة للبنات. من المعمل الخياطة هذا الأستاذ محمد صار مدرسة للأطفال. أتخيل صار هم ينتجوا، وصار الإيراد حقها يروح ينفتح لها فصول لأطفال يتعلمون اللغة العربية. كان شيء جميل. يعني أتخيل المدرسة هذه يعني بدأ بمعمل حق خياطة وتباع، وصار يتخرج منها يمكن أكثر من 500 طفل تخيل يتعلم اللغة العربية. فكان هذا شيء جميل. من الأشياء كمان أيضا ويعني هذا إنه لما كنت أروح اللاجئين هناك أشوف مخيم الزعتري، والله العظيم أنا أقولها ترى يعني إني أنا ما أجامل، والله العظيم إنه هم يرسموا يعني صورة المملكة العربية السعودية العلم، مو يعني أو الأطفال ما يعرفوا علم بلدهم. أتخيل لأنه هناك مدينة كاملة محطوطة لهم يعني مركز الملك سلمان بكل أشياء موجودة هناك محطوطة من رعاية صحية وتعليمية ونفسية وترفيهية للأطفال، كل شيء في المخيم موجود، حتى الإنترنت موجود أستاذ محمد. أتخيل هذا كل جهود المملكة العربية السعودية، كانوا الأطفال يرسموا علم المملكة. فقدي إيش أنا كنت أفرح لما أشوف دول الأطفال يعني يعرفوا عن المملكة العربية السعودية ويكتبوا نحن حب المملكة العربية السعودية بدون ما أحد يقول لهم، بس هم كانوا يحسوا درشار ويعرفوا اللي لامس يعني وجدانهم. فقدي إيش أنت تحس كسعودي تفتخر بهذا الشيء؟ ما في شك. هذه متى كانت الرحلة إلى الزعتري هوازن؟ كانت في 2015. ما بعدها كل ما أماكن يعني نحن كنا في 2015، يعني هذه أول زيارة كانت زعتري، بعد رحنا على جزر القمر،
طبعا مدينة كمان جزر القمر هذه حكاية ثانية جدا. يعني جزر القمر أولادهم جدا يعني أي حاجة يشوفوها ترى يأكلوها أي شيء لأنهم ما يعرفوا أبدا. يعني ممكن يعني أي شيء يأكلوها تعرف أي حشرات حيوانات أي شيء يأكلوا. هذا وين؟ في جزر القمر. في جزر القمر نعم. هو جزر القمر كانت منقسمة اثنين، كان جزء مستعمر فرنسيا وجزء الثاني فيه المسلمين. فالجزء اللي فيه كان المسلمين هو جزء يعني كان في جهل كثير في التعليم، كان حتى في الصحة حقتهم. يعني انت تنزل في الميدان تشوف كل الأهلة الخليجية، أنا بتكلم على الأهلة الخليجية والعربية وبالتحديد كانت يعني الهلال الأحمر الكويتي، الهلال الأحمر الإماراتي، السعودي، مركز الملك سلمان، كل هناك موجودين في بقعة واحدة لمساعدة الإنسان، لأجل الإنسان كانت المساعدة. فيعني كنا نساعد كل الناس المحتاجة بدون ما نفرق لا دين ولا عرق ولا مذهب ولا أي حاجة، تنزل محايد يساعد كل المحتاجين. ويمكن من خلال العمل الإنساني اللي هو خلانا نحن نتقبل جميع الأطياف والطبقات وكل الناس، فتنزل في الميدان تشوف كل العالم حقيقة. وهذا أجمل شيء، يعني أنت تستمتع كإنسان أنك أنت تصنع هذا الإنسان وتساعده، فكان هذه أجمل الأشياء. جميل جدا. قبل ما نروح لفاصل معك أستاذة هوازن وننتقل لمحاور ثانية، 2015 كان يعني تشكل تحدي في ذلك الوقت خاصة في العمل في المنظمات الدولية، كيف استطعت التغلب على هذا الأمر؟ والله شوف، أنت لما كنت تنزل في الميدان وتشتغل كان هو عملك هو اللي يخلي الناس تسأل عنك وتجي يعني تبني جسور الثقة. فمن هنا بدأت جسور الثقة، تبدأ الناس تسأل عني. فبدأت أدخل في المنظمات الأمم المتحدة، دربت الأطفال هناك، اللاجئين اليمنيين أخواننا، طبعا كانوا أي أحد يعني محتاج كنا نروح نساعده. رحنا لتونس، يعني في تونس كان الجميل فيها إنه كثير هناك مسلمين يحبوا العلم، فبنينا لهم مراكز وأبحاث للتعليم عشان يكون هناك عندهم مصدر في جامعة الزيتون. وجامعة الزيتون هي كبيرة جدا في المصادر، ولكن كان يحتاجوا ناس يعني تساعدهم وتديهم يعني يشتروا لهم مراجع ويصير لهم هناك مركز أبحاث. وبالفعل صار لهم مركز أبحاث، وأنا دوري يعني بعدها التحقت وتوظفت في العمل في المنظمة. أنا كان دوري في العمل المنظمة كان يعني ماسكة مشاريع، ولكن كنت كمان من الإضافة كنت أجيب دعم للناس المحتاجة من خلال الأهلة الخليجية يدعموا المشاريع. فكان هذا الشيء كان يعني مو بس إنه هو إنه عمل إنساني فقط، يعني إن أنا أعمل شغل وأقتضي راتب فيه، لا، كان بالإضافة إن أنا أساعد الناس المحتاجة التي يحتاج مساعدة. فكان هذا أجمل شيء للإنسان، إنه قلت لك إن الإنسان يصنع هذا الإنسان، والإحسان طبعا ما في شك. أستاذ هوازن تسمحي لي بفاصل قصير، بعد الفاصل نستكمل حديثنا معك وأيضا مع ضيوفنا في حلقتنا لهذا اليوم. حديثنا اليوم مع الأستاذة هوازن الزهراني، الكاتبة والباحثة في قضايا الأسرة وأيضا مستشارة سابقة في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والتي أطلق عليها عدد من الألقاب منها هوازن الخير راعية المجتمع. أكل أستاذ هوازن من جديد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اليوم لما نتحدث عن العمل التطوعي بشكل عام، كيف ترين عمل المنظمات الإغاثية خلال الفترة والأعوام الماضية؟ هل كان لك تجارب أخيرة في فترة ماضية قريبة نقدر نقول؟ هو شوف، آخر أنا عمل كان يعني يعني أنا كمتطوعة أنا عملت معهم 2019 يعني في المنظمات الدولية. طبعا هو المسيرة ماشية ما شاء الله، والعمل مستمر، العمل الإنساني والتطوعي سواء كان في المملكة العربية السعودية أو خارجا. وتعرف المملكة العربية السعودية ما شاء الله يعني لها أيدي بيضاء في كل مكان، وآخرها كان لو تعرف كارثة لبنان، يعني مدوا فيها وأخذوا شباب وبنات وراحوا تطوعوا هناك ووزعوا سلة غذائية.
يعني المملكة العربية السعودية بلد خير وبلد عطاء لكل الناس، فاتحة يعني ذراعها لكل الناس، الإخوة الشققاء العرب وغير العرب، تساعد لكل الناس سواء كان مسلم أو غير مسلم، فما تفرق بأي ما تفرق لا مذهب ولا دين ولا عندنا الحمد لله عنصرية. هذا شيء جميل عندنا موجود، وحتى في أولادنا يعني غرس فيهم هذا العمل التطوعي. جميل جدا. احنا تحدثنا قبل الفاصل، يعني ايضا ذكر المستمعين، كانت اول رحله لك اغاثيه وفي العمل التطوعي ووضعت يعني قدمك في هذا الامر كان في عام 2015. نعم. ما بعد 2015 هل كانت الزيارات وايضا الرحلات التطوعيه والخيريه بشكل مكثف خلال الاعوام التي سبقت التي ما بعد 2015؟ هي طبعا هي الأعمال المتتالية، كان دائما يعني سافر فترات طويلة، يعني كنا نروح المناطق الموضوع، كنا من ضمنها كمان على اليمن، هنا بنعمل كان يعني مشاريع، كان دور نحن هو دور يعني مظلة لجمع هذه الأهلة، فكان نتدرب طبعا احنا ما كنا نخرج كذا حقيقة، كان في تدريب، كان عمل مكثف، كان مخيم، كنا كل سنة كان يقام مخيم، كان يعني اتعرفت على كثير من أخوة العرب والغير العرب، وايضا احنا حابين نذكر اساميهم، يعني في بعضهم حاولنا يعني نتصل فيهم وايضا قاعدين نحاول. الزكية ابو كمال محامية ومتطوعة في الهلال الاحمر البحريني، والدكتور طارق الكندري اخصائي طب اسنان عام ومتطوع ايضا في العمل الانساني. ما كانت آلية التدريبات في المخيمات استاذة حواس؟ كنا نتدرب طبعا على كيف إدارة الكوارث وكيف تقدمي الدعم النفسي للناس المحتاجة، وكان كل يوم كنا في العشر أيام هذه كان يعمل لنا سيناريو كيف تطفي الحريق، كيف تعمل إذا غرق المركب كيف تعمله، حتى كنا يعني نبني حتى الله يكرمك حمامات، كيف تسوي حمام تبنيه في آلية معينة، الأكل نوعية الأكل اللي تاكلوه، التدريب على الأجهزة اللاسلكية عشان لو انقطع النت كيف نتكلم مع بعض، كل هذه الأمور يعني كانت تدريبات عشر أيام كانت جدا مكثفة، كنا نتدرب فيها في كل المجالات، حتى في الإعلام كيف أنت تدير إعلام الحرب، كيف أنت تتكلم بدون ما يعني تتطرق في جوانب معينة، أنت بتتعلم العمل الإنساني البحث، تتكلم فيه بدون ما تتطرق لأي أرجع تاني أقول ما نتطرق لأي جنسية ولا أي عرق ولا أي ديانة، فكنا نتكلم بعمل مباشر تماما، وكان في المخيم كان 55 جنسية معانا موجودين، فكنا من الصباح لين الساعة 9 ونحن يعني نتدرب، وكانوا معانا أيضا مركز الملك سلمان، الأمم المتحدة، لأنه هو كان القائم عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي هي مسؤولة عن إدارة الكوارث والاتحاد الدولي، هو اللي يدرب الناس على المراحل الإغاثية والاستعدادات والإسعافات الأولية، يعني كنا نخرج من A to Z عشان كيف أنت تتدرب وتروح تنقذ الناس دول المحتاجة. إذا تسمحي لي بسؤال هوازن، يعني كل ما ذكرتي هو عمل جليل وعمل كبير، وأيضا نتحدث عن أنت تغيبين بالشهور ومن دولة إلى دولة، وأيضا تدريبات في مخيمات وفي أماكن الصراع والكوارث. نعم. يعني يتبادر سؤال لكثير من الناس الآن، لماذا تفعلين هذا الأمر؟ يعني ما الأثر اللي أنت حسيتيه خلال عملك من هذا في هذه الأعمال التطوعية الخيرية؟ موجود، وأنا ما أحب أتكلم عن نفسي حقيقة، هو شغف موجود عندي من يعني من أنا صغيرة، والحب العطاء والإنسان وترك من هو موجود من منذ الصغر تعلمته، وكبر هذا الشيء فيه، يعني أنا كنت أعمل بدون أنا يعني أنا ممكن أساعد الإنسان بس ما أعرف هو مين أصلا، مجرد أنه هو يعني يعني الناس دلوني وقالوا لي هذا الإنسان يحتاج مساعدة وفي حاجة حروح أساعد، حتى ما كنت أسس جمعيات، يعني أنا أسس الحمد لله كثير من الجمعيات هنا عندنا في المملكة العربية السعودية، زي جمعية الشهداء الواجب آخر جمعية، عندنا كمان عصد الدحين جمعية طفولة، عندنا جمعية إطعام، كثير من الجمعيات اللي اشتغلنا عليها، وأساسا قلت لك المسؤولية الاجتماعية في المراكز كان تبع شركة أرامكو هي سامرف، يعني كنت هذا الشيء أنا أعمله. وعلى فكرة العمل التطوعي مجرد أنك أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى
حتلاقي الخير في صحتك وفي نفسك وفي حتى يعني مع أولادك مع حياتك. ربي دائما يعني ما يدخل عليك في أي شيء. أنا يمكن هذا السؤال اللي كنت أو اللي أبغى أوصل له اليوم، بغض النظر عن الشغف اللي تملك هوازن منذ الصغر والذي أيضا زرعها فيها والديها، الأثر الداخلي ممكن تشرحي لنا إياه أو صعب أن ينوصف اليوم؟ والأشوف يمكن أنا ما كونت أستاذ محمد رصيد حساب في البنك، بس كونت إرث. أنا دائما أقول لوالدتي كونت إرث حيكون صدقة جارية فيما بعد حتعرفوها، يعني الناس كلها حتعرف سبحان الله. يعني أنا دائما أقول لما مات الشيخ عبد الرحمن الصميت كل الناس زعلت عليه، ويوم مات أستاذ نجيب الله يرحمه كان هو أبو الروحي لنا نجيب الزامل كل الناس حزنوا عليه. ما في كان سيء، ما في سيدة، بس أنا أقول اليوم أنا كمرأة أنا متأكد اليوم من الأيام لو يعني ربي يعني أخذ أمانته حتعرفوا قد إيش. أنا أقول لوالدتي إني أنا إيش سويت يعني إرث الناس كلها حتعرفوا فيما بعد، يعني هذه كان يعني صدقة جارية أنا عملت الحمد لله. وما أحب أن أتكلم يعني أستاذ محمد لأنه أنا ما أحب أن الناس ممكن بكرة النهار يقولوا لا هوازن طالعة في الإعلام عشان تعمل شو، والله لا. وأنا يمكن مقلة في يعني أنا أحب أتكلم كعمل تطوعي كمشروع عشان أكون قدوة للشباب والشابات إن هم يتعلموا. يا سلام، أنا ممكن أخالفك في هالنقطة، بالعكس أنا أرى ظهورك أنت هوازن ومن هم مثلك من يقومون بالعمل الخيري والعمل الإغاثي، أتمنى أن تواجدهم الدائم في الإعلام، لأن اليوم شبابنا وبناتنا الفترة الأخيرة أنا قاعد ألحظ أنهم محبين للعمل التطوعي بشكل يعني غير طبيعي، وما لاحظت الفترة الأخيرة، هل أنت لاحظتي هذا الأمر؟ نعم، أنا مرة سألوني سؤال في الإعلام بيقولوا لي ليش اليوم صار عندنا كثير شباب وشابات يتكلموا على العمل التطوعي. صحيح. قلت لهم القدوة أصبحت هي مؤمنة إنه أصبحت حتى في الرؤية إنه ينادوا بالعمل التطوعي من أعلى القيادة من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمراء المناطق، صار في تنافس في كل المناطق في كل الميادين في العمل التطوعي والخير. تروح لمكة حتلاقي سمو الأمير خالد الفيصل ينافس الشباب ويدعمهم على العمل التطوعي، تروح للقصيم على العمل التطوعي، تيجي هنا الرياض تروح العمل التطوعي، تروح للمدينة أيضا صار في تنافس. فشيء جميل اليوم أنا أقول الرؤية نحقق مليون متطوع، لا نحن عندنا أكثر من مليون متطوع اليوم في كل الميادين في كل المجالات، يعني فخر اليوم لكل شاب وشابة في هذا العمل. أنا اليوم أنا أقول يعني أنا كأم أنا أتكلم، أنا يعني أرى مستقبل ولدي في هذا المجال، يعني إرث صار عنده صار فيه، يعني كان زمان ما كان فيه الإرث اللي أنت تأرثه لأولادك على عمل تطوعي، اليوم صار العمل واضح. ولا تنسى اليوم العمل التطوعي كان زمان يعني الناس كانوا يخافوا منه، مو بس عشان انه هو كمان مضيع للوقت، ممكن يعني انت تعرف المجال هذا ممكن في ناس تنساق بشكل مندفع. صحيح. ممكن يعني يكون سلاح ذو حدين، يعني ممكن في تتعرف على ناس مش كويسه مش تمام، في عندهم انحراف في الاخلاق وفي في فكريا في كل الامور هذه. ولكن اليوم لما جاء سر في قوانين صارمه ووضعت الرؤية الحلم العمل التطوعي، أصبح الناس كلها تعرف إيش هو العمل التطوعي، صار في سهولة الناس توصل لهذه الرؤية وسهولة الناس إنها تتطوع. أول كنت تخاف إنك تروح تتطوع ممكن يطلع هذه المنظمة مشبوهة أو فيها حاجة، لا اليوم صار شيء رائع إنه اليوم إن نحن نروح نتطوع بكل حب بكل فخر. اليوم كل شاب وشابة يروح يتطوع في المجال. القصة الحلوة يا أستاذ محمد يعني انه انا بعد ما تركت العمل هذا العمل التطوعي والله العظيم انه انا وجدت اكثر الناس اللي يعني الى الان يتواصلوا معايا هم اكثر الناس اللي كانوا معايا في الميادين في العمل الانساني اللي ساعدتهم في مجال الخير. فنما الحب العطاء، فتخيل بدي ايش العلاقات الانسانيه هذه تدوم اكثر ويصير عندك رصيد. قلت لك انا ما امتلك يعني بنك حساب بنكي، ولكن أتملك حب الناس وهذا أجمل حاجة.
ما في شك أنه حب الناس هو كنز وقليل من يحصل عليه. أنا أستأذنك بفاصل أستاذ هوازن، بعد الفاصل نستكمل حديثنا ومحاورنا أيضا. فاصل مستمع الكرام، بعد الفاصل نستكمل حديثنا مع هوازن الزهراني الكاتبة والباحثة ومستشارة سابقة في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. فاصل، بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرحب من جديد بالأستاذة هوازن الزهراني، حياك الله من جديد. هلا، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الأنوار. أخيرا أستاذة هوازن، بدي أتحدث معك عن أمر مهم جدا. يعني تحدثنا عن رحلاتك التي كانت منذ البداية في مخيم الزعتري، ومنها توالت الرحلات في مع المنظمات الإغاثية والخيرية. أيضا تطرقت لحديث مهم وهو التدريب أحيانا داخل المخيمات من خلال العمل التطوعي. ما الذي يلفت نظرك أثناء التدريب؟ شوف، يعني أنا كنت دائما يعني تدريب الأطفال عن حماية الطفل، إنه كيف يقدر هو يقدر يحمي نفسه من، تعرف أنت الطفل في فترة يعني الأزمة بيتعرض لكثير، ممكن لإذاء لفظي أو جسدي أو تحرش، فكنا نعمل له ورش تدريبية يعني هي من برامج الدعم النفسي، كيف هو يقدر يحمي نفسه من الاعتداء أو التحرش الجنسي ويقدر يقول لا. وكنا كثير يعني يعملهم تدريب وتأهيل، وتعرف أن الطفل في دي المرحلة بيكون يعني في مرحلة انكسار، وخاصة الأطفال اللي فقدوا أبهاتهم وأمهاتهم أو تعرضوا يعني شافوا صدمة كبيرة، أمه توفت قدامه، فيعني نبدأ نعالج ذاته ونخليه يبدأ يعني نحلل شخصيته ويبدأ يرسم ويلون. شوف، يعني المرحلة هذه كانت يعني لما أنا كنت أشوف الأطفال في مرحلة هذا الانكسار، يعني هذا الشيء أنا اللي خلاني أتعلم ترى كيف أن أتسامح. يعني لما أنا كنت أشوف الأطفال قد إيش هم يعني حطوا في موقف هم أساسا ما يعني ما حد في حياته إن هو يختار هذا الموقف إن هو يعيشه، إنه يفقد أمه أو يعني بلد تنحرق أو يكون في سفينة غرق فيها الطفل وأنقذه. يعني في المرحلة هذه كيف أنت تأهل وتعيش الحياة الكريمة ويكون متصالح مع نفسه ويتسامح ويتعايش مع المجتمع. فهذا الشيء اللي خلاني أنا كمان أنا يعني أقول في الدنيا نحن ليش نشيل في بعض، ليش نحجب، ليش يعني يمكن الأزمة اللي أنا شفتها مع الأطفال هي اللي علمتني أكثر إني أتسامح ويعني وأهذب من نفسي. يمكن في أشياء كثيرة ما كنت أنا أحب أسويها، الآن أصبحت يعني أنا أحب أسويها لأني أصبحت مسؤولة وقيادية، ويعني يعني علمني كمان الزهد، علمني التواضع، وعلمني الحب الخير، وعلمني أشياء كثيرة. شوف محمد، يعني أنا من الأشياء اللي كنت يعني اليوم نحن كنا بنتكلم فيها تحت الهواء، أنا ناس يعني في ناس تتصل علي تتعناني تقول لي ترى فلانة تحتاج علاج، وهذه كنا الحل اليوم كنا بنتكلم عنها، وبالفعل هي مستحقة إن هي تتعالج ورفع لها الجهات معينة. مجرد شخص إن هو يتصل عليك ويرفع السماعة ويعني أنت تعطيه أمل إنه تقدر تساعده. ويعني على فكرة أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، مجرد إنك أنت عندك معارف وناس تقدر توصل رسالة إنك تقدر تساعد دول الناس، ليش لا؟ يعني أنا اليوم أقول لكل الناس ولكل المسؤولين ولكل هو أصحاب القرار، لو عنده أي شخص يعني يقدر يساعد ليش لا؟ لأن الناس يعني اليوم أنت حتى كنت في مكان تشتغل فيه وأنت في النهاية ده الكرسي والمكان ده إحنا طيبينه، إيش اللي حيبقى؟ حيبقى الذكر الطيب والعمل الطيب. فمجرد أنت تستخر للناس وتساعدهم فشيء جميل. يمكن اليوم أنا يعني اللي كنت اللي أبغاه اليوم يصير إنه البنت هذه تحتاج للعلاج إنها تتعالج، وحقيقة أنا اتطرقنا لكذا جهة إنها يعني إنها تقدر يعني تساعدها، ولكن أنا فشلت. أنا هنا اليوم أنا أقول أنا فشلت، أنا اليوم أحتاج أحد يساعد البنت هذه لأنها يعني اسمها أمل وتحتاج لأمل أنها تعيش. وأنتوا وعدتوني أن الأسبوع الجاي إن شاء الله يكون عندكم يعني وقفة صحي بالصندوق
وتاخذوها انها تتعالج، لانها هي يعني بنت عمرها 18 سنه او 20 سنه، وهي يعني من اسر ذو الدخل المحدود ومن الناس الاسره الضمانيه على فكره، مستحقه. فيما انت الان عاجز انك انت تساعدها ووصلت لكذا جهه، انا كنت بديها مساحه ان هي تتكلم وتقول تعالوا ساعدوني اهل الخير. ف يعني اذا انت، انا اقول اليوم من اي شخص قادر انه يساعد اي شخص محتاج، ليش لا ما نقدر نساعد؟ صدقني لو انا ساعدت ومحمد ساعد وايمان ساعدت وكل واحد عنده فكره الحس العطاء للمسؤوليه، والله كلنا حيكون فينا خير. وانا متاكد اولادنا وشبابنا فيهم خير، ما في شك، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في امتي فيها خيرا. وانا متاكده ويعني مستبشره لما تنزل في يعني تنزل في رمضان وعند الاشارات قبل ما يعني اذان المغرب تشوف الناس توزع الفطور، ولما جات جائحة كورونا يعني أثبتنا للعالم إنه المملكة العربية السعودية بشبابها بقيادتها إنهم عندهم الحس الإنساني والمسؤولية والعطاء أولا. تخيل هذا لم يوجد في أي دولة، في أي دولة، وتحدى. وأيضا قيادتنا يعني رشيدة أثني على كلامه خلال جائحة كورونا وضعت الإنسان فوق كل اعتبار. نعم. وهذا أمر يعني مفخرة يعني وأمر يعني يسعد الجميع سواء مواطن أو مقيم. لما أنزل كنت في الميدان كانوا الناس تستغرب إنه إني أنا سعودية، يعني يحسب البنت السعودية قاعدة مرفهة، عندنا بير بترول، ما تشتغل. انصدموا ويعني والحدث اليوم اللي صار انه المرأة تشتغل وتعمل في كل الميادين، في العمل التطوعي، في الطب، يعني صار شباب والشابات بيخرجوا في كل المجالات. وتعرفنا على كادر في الكويت وفي البحرين وفي الإمارات وفي مصر، يعني العالم العربي عالم يحب العطاء. ولكن اليوم انا اقول يعني اليوم انا افتخر والله العظيم، اشعر بكميه الفخر لما انزل كنت في الميدان. يعني انا كنت ما اعرف هذا الشيء، لما نزلت يعني في الميادين وشفت حس المملكه العربيه السعوديه في العمل الانساني والتطوعي وتساعد كل المحتاجين، تشعر قد ايش بفخر بهذا الانتماء وهذا العطاء وهذا الوطنيه، وتحب بلدك اضعاف اضعافها. وايضا نحن يعني اليوم يعني نفتخر بامراه سعوديه مثلك استاذه هوازن. امانه الحديث معك لا يمل، لكن الوقت داهمنا، وصلنا الى نهايه الحلقه. اشكرك اول شيء على تواجدك وعلى قبولك للدعوه، وايضا يعني سيره عطرة ومختلفة وتجارب ثرية. أتمنى اليوم أحد شبابنا وبناتنا يعني استفاد منها بالشكل الكامل. أتمنى لك دوام الصحة والتوفيق، وبإذن الله نلتقي في حلقات قادمة. يعطيك العافية، شكرا لكم ومستمعين. شكرا جزيلا للأستاذ هوازن الزهراني، الكاتبة والباحثة في قضايا الأسرة والمستشارة السابقة في المنظمة العربية الهلال الأحمر والصليب الأحمر.